من يلبس من زاركم من السر من ويلزم الأصول موجب عرى وترك ذاك الأصلحة من قدر. قال الأصل أن يتقدم الفاعل في المعنى. تقول أعطيت زيدا عمرا، هذا هو الآخر لا بد أن يتقدم. أعطيت زيدا جبة، لا تقول أعطيت جبة زيد زيدا أو جبة زيدا، لا يقال، تقول أعطيت زيدا جبة. ويصل سبق فاعل معنى كمن من قولك من ألبس من زاركم من أسر يمن. ألبس من زاركم من أسر يمن فاعل بمعنى هو الذي أخذ الجبة، هو الذي أخذ الأسر يمن. ويلزم الأصل لموجب العرض، يلزم الأصل لموجب العرض كان يخشى اللبس، كقولك أعطيت زيدا عمرا، لا بد أن يقدم الآخر في المعنى لأن هناك لبسا، عمر يصلح آخرا وزيد يصلح آخرا، الذي قدمته هو الآخر، هو السيد والثاني والعبد كامل ويزرزم. وترك ذلك الأصل حتما قدرا، قد يترك ذلك الأصل حتما وجوبا، كأن يكون الثاني ضميرا، الثاني ضميرا، فتقول الدرهم أعطيته زيدا، المفعول الثاني ضمير، والضمير لا ينفك عن عامله، فلما اتصل الثاني فصل الأول تلقائيا. أنا أقول إيه وترك ذاك الأصل حتما قدر كما هو. نعم، أو الحصر مثل ما أعطيته الدرهم إلا زيدا، حصل الأول محصول حقه التأخير. وحذف فضلة يجوز أن تحذف الفضلة وهي منصوبات الأسماء. تقول أعطى زيد عمرا درهما إعطاء تأليفا له يوم الجمعة أمام الدار ومحمودا، يعني كان محمود موجود. تستطيع أن تحذف هذا كله وتقول أعطى زيد. أنا أقول إيه وحذف فضلة الأجز إن لم يضر إلا إذا ضر. مثال ذلك حذف ما سيق جوابا، كان يقال لك ماذا قرأت، فتقول قرأت النحو، لا تقول قرأت وتسكت، هذا سيق جوابا لا بد من فيه. أو حصل نحو ما أكرمت إلا عمرا، لو قلت ما أكرمت ثم سكت لا يكون ما أرى مستقيما. أنا أقول إيه وحذف فضلة الأجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصل أقرأ. الناصب للفضل يجوز حذفه إذا كان معلوما، كان يقال لك من قابلت، فتقول زيدا حذفت الناصب وهو قولك قابلت، هذا جائز. وقد يكون واجبا كما هو لباب النداء والإغراء والتحذير والاختصاص والاشتغال وما جرى مجرى المثل، هذا كله يجب حذفه وجوبا. تقول والظالمين أعدناهم، العامل في الظالمين عذب الظالمين حذف واجب. وتقول نحن العرب أسخى من بلل، أخص العرب. وتقول إياك والشر، إياك وحذر واجب حذفه. وتقول يا زيد يا عبد الله، تقدير أدعو عبد الله. وكذلك ما جرى من المذهب كقولهم الكلاب على البقر، مثلا عند العرب الكلاب على البقر يضرب مثلا أي دع الناس وأمورهم واجتنبها، الكلاب على البقر يعني أصل الكلاب على البقر، ولكن لا يقال هذا لأنه ما جرى من الوين. والله هذا ألبسنا شيخ النون لتوكيد خطبت ألبسنا قال بعضهم لك أن تقول ألبسنا حتى تكون لك مكاتلة، يقول بألبسنا ألبسنا مخاطب زاركم مخاطبون، إذا قلت ألبسنا من زاركم صارت مشاكل واضحة، ألبسنا لجماعة وزاركم هذا.